هيدي الشيء الأساسي ليش انعملت الجلسة، هذا الهدف منها. برجع للسؤال لماذا يعني؟ ليش انعملت الجلسة، هذا الهدف منها. ليش حزب الله راح الجلسة؟ إذا بدنا نجي نشوف حزب الله شو عم بيقول، فهو بيقول أول شيء لأنه رسالة لنجيب ميقاتي أنه ما بده إياه يحكم وحده في شراكة، هيدي أحد الأسباب اللي عم بيقولها. السبب الثاني الأساسي والرئيسي اللي عم بيقوله الحزب أنه أنا بموضوع في أدوية سرطان ومرضى وغيرها صار موضوع شرعي وأنا ما بحمل ضميري وأنا لازم أكون موجود بالجلسة وما بوقف وفي حالة طارئة بدنا نمشي البلد. اللي نحن بنعرفه أنه مش مزبوط لسبب أنه كانت بتمشي بمراسيم جوالي وما في داعي لأنه تنعقد الجلسة. اذا نحن بنعرف انه هذا السبب هو سبب يعني هيك تخريج. اذا شو السبب الباطني؟ اوكي، السبب الباطني في كذا سبب كمان ما تروحين. الاساسي انه هلا يعني هذا اكثر سبب مقنع واكثر سبب عم ينحكى فيه، انه هلا من جمعتين حزب الله، من قبل هو بده سليمان فرنجيه للرئاسة وهو عم يحكي باسم سليمان فرنجيه وقال ما تحكوني باسم غير سليمان فرنجيه اليوم، ولكن من جمعتين هاي الحملة صارت أعنف، يعني صاروا عم يشتغلوا بكل ما أوتيوا من قوة لتثبيت سليمان فرنجيه ولطرح اسم سليمان فرنجيه، ويوسف فنيانوس هو اللي عم بيكون الوسيط وهو اللي عم بيكون هو اللي عم بيظهر هاي الحملة وهو اللي عم يشتغل عليها، ونحن بنعرف علاقته متساوية مع الطرفين، يعني مع الوزير سليمان فرنجيه ومع حزب الله. وفي عشاء أو غدا ما بعرف حصل عند أحد المقربين من سليمان فرنجيه مع الوزراء السنة اللي هن قدامى تيار المستقبل ليجربوا يجيبوا أصوات السنة ولا يجربوا يروحوا لزيادة عدد النواب اللي بدهم ينتخبوا سليمان فرنجيه. هذه معلومات عن غدا أو عشاء صار مع الوزراء أو النواب القدامى المقربين من سعد الحريري. نعم، ببيت أحد المقربين لسليمان فرنجيه. شماليين؟ فيه. و يوسف فنيانوس عم بيكون حاضر بكل يعني اللقاءات، عم يشتغل على انه يجيب اصوات زياده، عم يعمل الحمله لسليمان فرنجيه بالتنسيق مع حزب الله. اذا هلا في عمل جدي عم بيصير لتثبيت اسم سليمان فرنجيه لطرحه انه ما في بديل، في عنا سليمان فرنجيه فقط وثنائي متفق على سليمان فرنجيه وحلفاء عندهم بعض الحلفاء متفقين على سليمان فرنجيه. العائق الوحيد اليوم بوجه سليمان فرنجيه وبوجه مشروع حزب الله هو الوزير باسيل اليوم، وهو قال ليش هو ما بده سليمان فرنجيه، لانه نحن وحزب الله كمان عم بيقول انه انا رايح على مرحله تثبيت تثبيت اتفاق النفط والغاز، نحن رايحين على شيء مجهول مع الاسرائيليين، ما بنعرف هلا هن شو سياستهم او لوين حيروحوا، بدنا رئيس قريب نقدر نتكل عليه وما يروح يعمل اي شيء باتفاق الغاز والنفط. علما انه هذا الرئيس اللي هن معتبرين ممكن يتكلوا عليه كان اول من قال انه لا غاز في ونفط بالمياه الاقليميه اللبنانيه. وفي وجهه نظر اخرى تعليقا على اللي قلته، انه على اي اساس الوزير باسيل بده يروح يطرح سليمان فرنجيه لرئاسه الجمهوريه، بده يمشي بسليمان فرنجيه بالوقت اللي اليوم لبنان قادم اذا مش اتفاق الغاز والنفط مثل ما لازم، وفي حال حزب الله اللي هو حيحمي اتفاق النفط والغاز بسلاحه وبالحدود وغيرها وبالمعادلات الموجوده، هو الحامل له وهو الراعي له، ولكن هيدا الاتفاق اللي هن رح يحموه بالدم كيف بده يمشي اذا انت بدك ترجع على المنظومه القديمه اللي حزب الله يقول للتيار الوطني الحر أنا ما بقدر أوقف معكم اليوم بمكافحة الفساد لأنه ما بدي حرب أهلي، أنا ما بقدر أوقف معكم لأنه في حسابات تانية. طب كثير منيح، في حسابات تانية وسلم الأهلي هو من الأولويات، كثير منيح، طب نبلش من جديد معليه؟ فينا نبلش من جديد برئيس تكونوا أنتوا ما عندكم مشكل معه وبيحمي ظهر المقاومة وضمانة بلبنان، ولكن ضامنينه بمشروع اقتصادي جديد لبنان مقبل عليه، هيدا حلم، هيدا المشروع اللي هلا حيصير باتفاق النفط والغاز هو ما بيعني بيعني كل اللبنانيين، ما انتم كحزب الله اللي حزب الله بيقول انه هو شريك اساسي فيه وهو اللي صنعه، مش عم نحكي بالسياسه، عم نحكي نحن بمعادلات القوه، هيدا صنع بالدم، حزب الله صنعه بالدم.
ولازم إنسان بمصداقية بشخص كفوء بهذا المنصب. ألا تستحق دماء الشهداء اللي هي صنعت هيدا الاتفاق أنه أنتوا تروحوا على خيار جديد تكونوا ضامنين أنه ما حيكون بيشبه الدولة المنظومة اللي كانت موجودة سابقا بلبنان؟ ألا يستحق أنه تشوفوا الوزير بيصير شو عنده خيارات؟ ما هي المصلحة واحدة، حماية ظهر المقاومة ما بيكفي، هيدا تحصيل حاصل. يعني نحن اليوم ما بدنا نضل نحكي بعملاء بلبنان، لا، في شخصيات وطنية، في شخصيات نظيفة بلبنان، مش كل الشخصيات اللي بدها تنطرح يا عميلة يا أما بدها تكون بتشبه سليمان فرنجي. نعم سليمان فرنجي مقرب من المقاومة ويحمي ظهر المقاومة وغيرها، بس مش ما في غيره. بس السؤال هون قبل ما أرجع للموضوع الحكومي، السؤال هل الوزير باسيل عنده خيارات بالموضوع الرئاسي اليوم؟ طيب هون لأنه البعض يعتبر أنه خيار الوزير باسيل الوحيد هو الوزير باسيل. لا لا، هذا الشيء غير صحيح. هلأ منجي لهون، بس تكفي لك هاي الفكرة. حزب الله اليوم رايح بهاي الشراسة ليعمل حملة سليمان فرنجية لهاي الأسباب اللي هو عم بيقولها، قد يكون محق ب50% منها، ولكن الخمسين الآخر بيتحضى. اللي صار اليوم ليش بهاي الجمعتين راحوا بهالقد يعني بهالقد اندفاع؟ لأنه انطرح اسم قائد الجيش بشكل فعلي بالتسويات الخارجية. إذا صار قائد الجيش مقابل سليمان فرنجية، حزب الله أكيد يفضل سليمان فرنجية، وقد يكون عم بيسرع لما ينطرح بشكل جدي أكثر اسم قائد الجيش اليوم. بس يسدد هكذا طعنات بمرمى التيار الوطني الحر، يعني هيدا شيء يلي عم بتقولي عم ترتيب الملف الرئاسي. نعم. بشكل علامة استفهام كبيرة على أداء المرحلة المقبلة والعلاقة بين الطرفين. أنا بعتبر اللي صار مبارح هو إثبات يعني للي كان شاكك أنه ليش الوزير بيصير ما بده يروح لخيار سليمان فرنجية لما يصير مثل ما صار مبارح. يعني شو بيمنع إذا أنت جبت سليمان فرنجية على الرئاسة بتوزيع القوى اللي نحن موجودين فيه اليوم؟ مشهد مبارح هنشوفه كل يوم، تنهدر الحقوق والميثاقية. نعم. وإلى ما هنالك. نعم. على يد سليمان فرنجية المرونة الصغيرتي والأصل. نعم. وإذا الضمانات للرئاسة هي مثل ضمانات مبارح، هاي الضمانات اللي بدها تجيب سليمان فرنجية رئيس، ما بعرف يعني شو بدنا نقول. بس ممكن حزب الله يضل رايح بهذا المسار ويطول بهذا المسار، مسار التحدي باسم سليمان فرنجية، رغم عن رفض التيار الوطني الحر لهذا الاسم، وأنه يبقى على نفس الأسلوب بالتعاطي مع حليفه الاستراتيجي اليوم التيار الوطني الحر. حزب الله إذا بدك تيجي تسأل أول شيء بقصة سليمان فرنجية، هن ما نون معتبرينه تحدي، هن معتبرين أنه نحن عندنا خيارين، الوزير باسيل وسليمان فرنجية. الوزير باسيل هلأ حزوزه ما بتأدي لأنه يجي، أوكي نحن بدنا سليمان فرنجية، ليش لا؟ هاي وجهة نظر حزب الله. إذا بتسأل حزب الله شو تعليقهم على اللي صار مبارح، شو تعليقهم؟ ما صار شيء. حزب الله يقول ما صار شيء مبارح، في جلسة عقدت فيها بنود ضرورية وطارئة، ونحن حزب الله يعتقد بأنه هو كان طارح قبله قايل للوزير باسيل بأنه نحن بدنا حكومة، بدنا ينعمل حكومة قبل نهاية العهد لنروح لحكومة تسيسر أمور الناس، وبذات الوقت إذا صار أي توتر أمني طالت الأزمة موضوع الرئيس ما يحملوها هن، يكون في حكومة عم تحملها. ولكن منذكر التعطيل ليصير في حكومة قبل نهاية العهد ما كان من التيار الوطني الحر، هيدا الطرح اللي طرحتوه على التيار الوطني الحر ما كمان طرحتوه على حلفائكم، وصار في مبادرات وجربتوا تعملوا تقريب وجهة نظر تتروحوا الحكومة، مش التيار اللي عرقل وصول الحكومة. إذا هن اليوم بدهم، يعني هن اللي بدهم إياه بدهم يروحوا على جلسات، وبدهم يضل في جلسات عم تنعقد لسيسرة أمور البلد وحفاظا على الوضع الأمني وغيره. فإذا حزب الله من وجهة نظره ما عمل شيء، ومبارح راح على جلسة طارئة لأمور معينة، بس ما نكس بوعود معينة كان توجه فيها عشية الفراغ الرئاسي والفراغ الحكومي لرئيس التيار الوطني الحر بأنه هذه الحكومة لن تجتمع إلا بحالات ضرورية ضرورية جدا. هنالك من يعتبر أنه في نكس بوعد معين أو بكلمة معينة أعطيت للتيار الوطني الحر. نعم، هن بيعتبروا أنه في جلسة طارئة وفي أسباب طارئة خلتهم يروحوا على الجلسة، وبذات الوقت يمكن الفراغ اليوم ما بقى كتير مريحهم طالما عم بيصير في يعني عم بيصير في خيارات أخرى غير سليمان فرنجية قد تصير اليوم، والوزير بيصير بعده مصر أنه هو ما بده سليمان فرنجية. إذن فتحت المعركة على مصراعيها.
هن مش معتبرين انه في برجع بقول لك يعني, يعني انا عم جاي انا يعني انا عم بقول لك هن شو معتبرين؟ معتبرين انه سليمان فرنجي هو المرشح الوحيد ويسعون بكل جهدهم لايصاله الى الرئاسه, ولا يعتبر ما بيعتبروه تحدي مع جبران باسيل ابدا. هن معتبرين هذه هي صوره الرؤيه. هن اللي عم بيقولوا امبارح انه هن ما غلطوا, كان في وزراء مسيحيين, الميثاقيه موجوده, في تضخيم برده الفعل. بس هن روجوا وقالوا انه سيشاركون بالجلسه لاقرار بند واحد على علاقه ب المستشفيات, ومن ثم ينسحبون من الجلسة بوقت بقيوا على كل. وأكثر من هيك الجلسات اللي رح تصير هن رح يحضروها وقالوا أنه رح يحضروها, هيدا الواقع. ولكن هن كيف شايفين الأمور أو كيف عم بيصوبوا على الأمور هي أنه ما صار شيء مبارح, هذا جلسة ما بدها هالقد, جلسة حضروها لأسباب طارئة ليسيسروا أمور العالم والعلاقة. هلأ بنحكي عن العلاقة, ولكن قبل هيدا اللي عم بيقوله الحزب. تبرير الجلسة هو طرح اسم قائد الجيش بهالقد جدية من الخارج, خلى الحزب يسرع تيروح لضغوطات معينة تيروح باسم سليمان فرنجي, وأعطى نقطة لنجيب ميقاتي. نعم. بنفس مش الوقت. بس نقطة لنجيب ميقاتي, انت رحت يعني اللي صار امبارح لنجيب ميقاتي. نعم, شرعية لنجيب ميقاتي, شرعية للحكم بهاي الطريقة بلبنان. يعني اللي صار امبارح انا ما بعتبر الحزب عمله, نجيب ميقاتي عمله التطاول على الرئاسة الأولى وغيرها, ولكن كنتوا مغطيينه. يعني اذا نحن بدنا ناخذها كيف صار التنسيق, صار بهي الطريقه بغض النظر شو الاسباب او انتم شو عم تقولوا لوين رايحين او شو بدكم. هلا اليوم بموضوع الرئاسه بين طرح الاسمين سليمان فرنجي وقائد الجيش, الوزير باسيل ما منه مع ولا اسم من الاسمين. وهذا سالتك الوزير باسيل شو الخيارات اللي عنده, شو الاسم اللي بده عند الخيارات اللي عنده اياها. نحن بنعرف انه الوزير باسيل فتح قنوات مع بكركي والعلاقة جدا جيدة مع بكركي بملف الرئاسة, والأسامي لليوم ما في اسم. هلأ بهاي الجلسة اللي صار مبارح من القوات اللبنانية والكتائب وغيرها, بأنه يبدو أنه الكل كان ناطر هل رح يقطفها الوزير باسيل بالشارع المسيحي ورح يطلع هو المنقذ وأنه هو اللي بوجه حزب الله, أو رح تروح بغير طريقة. فكانوا ناطرين, يعني بلشوا يطلعوا تصريحات معينة وبالوقت اللي هن ناطرين امبارح كيف رح التصويب. رح التصويب على أنه الوزير باسيل عم بيروح على ورقة بيضاء. طب الوزير باسيل رافض بأنه يروح يسمي لأنه بيعتبرها أنه استخفاف بالاسم وبملف الرئاسة, أنه أنا ببقى بورقة بيضاء من هون تروح لاسم, ما بدي أحرق اسم. يمكن أنا اللي سميه كون عم بحرق هذا الاسم بالوقت اللي هو يكون عنده حظوظ بأنه يجي. هيدي الطريقة اللي عم بفكر فيها الوزير باسيل. طب صوبت عليه امبارح من شارعه, شارع المسيحي, بالوقت يلي هو الورقة البيضاء اللي عم يصوت فيها مع حزب الله, حزب الله ما حماله ظهره امبارح. إذا اليوم مثل العادة الوزير باسيل وحيد بقرار الورقة البيضاء, لأنه هو عنده قرار مبدئي, لأنه شايف مشروع الرئاسة أكبر خاصة بعد النفط والغاز أكبر من أنه يتم التعاطي فيه بهذا الاستهزاء اللي عم يتعاطوا فيه بمجلس النيابة وتسميات, بالوقت اللي هو رايح معه على ورقة بيضاء تعاطى معه بهاي الطريقة. اليوم يقال يعني في تساؤلات كتير من امبارح كانت عم تطلع انه جدية, ليش الوزير باسيل اليوم ما بتروح بتسمي؟ خي ما بدك تسمي اسم وتحرقه؟ طب ما انت لما عم تسمي اسم مش ضروري ينحرق, وقد يكون هو قريب للمواصفات اللي انت عم تحكي فيها. يعني تروح اسم بس سمي لما تكون انت متهم مثل ما عم بيقولوا بانه بالعرقلة بعدم وجود اسم, وبانه انت اوكي عم تقول حزب الله امبارح تعرض لمقام الرئاسي, ما انت ما عم بانه انت عم تسمي ورقه بيضاء ماشي بمشروع الحزب من هون لتروح لهيدا. المشكلة انه الوزير باسيل بهذا الملف عم يتعاطى بمبدئيه زياده عن اللازم, يعني كثير عم بيكون مبدئي بهذا الملف. يمكن وقت انه تسمي تكب اسم طلعوا على العلن بس لتعطي موقف لشارعك. نحن مين الرئيس او مين المرشح اللي بيشبهنا؟ مين المرشح اللي معقول نمشي فيه؟ الاسم هو منه لحرقه, ولكن الاسم بس لتعد لتقول ل يعني على شكل من يمكن ان يقبل الوزير. نعم, جبران بتقول لبكركي وللمسيحيه اللي انت فيك تكون حلفاء معهم او على خصام معهم, ولكن بالاخر شو بيمنع الوزير باسيل اليوم يروح يطرح اسم وسطي مع بكركي برعايه بكركي وقد توافق عليه القوات اللبنانيه والكتائب؟ شو بيمنع؟ ليش الشارع المسيحي ما بيقدر يروح لطرح اسم؟ هون بنرجع, اذا الشارع المسيحي بده يطرح اسم مش يعني عميل, لا, فيك تروح لطرح اسم هذا الاسم يكون اسم وطني وسطي ما حدا عنده
عنده مشكل معه. عنده أسامي. عنده أسامي وترعاب كركي وبذات الوقت بيرجع بينعرض على الثنائي الشيعي. إذا أنتم ما عندكم مشكل معه وإذا هو بيحمي ظهر المقاومة وعنده هاي المواصفات ليش لا؟ ليش الشارع المسيحي ما أنتم كله بيسوي بأنه بدنا رئيس صنع لبنان وبدنا وبدنا؟ أنا بقول لك وين بيلتقي الوزير باسيل مع بكركي؟ بكركي لمصلحتها أنه ما يجي رئيس من الخارج، أكيد مش يعني ما يكون عليه أوكي من الخارج ولكن مش الخارج صانعه أو بده إياه، والوزير باسيل لمصلحته أنه ما يجي رئيس الخارج بده إياه أو الخارج صانعه. طب يعني بكركي والوزير باسيل قادرين يروحوا على اسم مشترك اثنين يكون ما عندهم مشكل فيه وفي رضا خارج عليه، وهون بتروح بتطرحه للثنائي ولا كل الافرقاء الباقيين بالمجلس النيابي انه في اسم موجود غير اسم يلي حضرتكم عم تقترحوه، مش يعني الموضوع عماله او خيانه او يريد الفتك بظهر المقاومه.